أيه. ما الفرق الأساسي بين التزليق، طريقة التزليق أو طريقة المواكبة، طريقة الركوب العربي، طريقة في الركوب إلى آخره، وطرق الركوب الصحيحة الأخرى؟ طبعا تكلمت عنها بشكل مكثف في اليوتيوب، مقاطع كثيرة وقوائم تشغيل كثيرة، بس الزبدة خلينا نقول الفرق الأساسي، الصح صح والخطأ خطأ، وطرق الركوب الصحيحة كثيرة، الهدف من طرق الركوب الصحيحة واحد، الطريق إلى هذا الهدف مختلف، فكل طريقة لها أسلوب أو طريقة تؤدي إلى هذا الهدف، لكن النهاية الهدف واحد اللي هو التحكم التام. الفرق الأساسي بين طريقة الركوب الصحيحة أو طرق الركوب الصحيحة الأخرى والتزليق هو عند الاختلاف، كلها بدون استثناء تسوي نفس نتاج التزليق تقريبا، سواء أحسن من نواحي أقل من نواحي، أحسن درجة أقل درجة، حسب رأي الشخص حسب رأي الطريقة، ولكن الفرق الأساسي عند الاختلاف. ما يبغى الحصان شيء وانت تبغى شيء اخر. اول مره تركب عسيف تعامل مع حصان في طبع حصانك الخاص وخاف خوف حقيقي يبغى ينطلق، هنا يبين الاختلاف، هنا يبين الفرق. الركوب الخاطئ اثناء الاختلاف يفقد الخيال التحكم بالحصان تماما. في طرق الركوب الصحيحه الاخرى عند الاختلاف الحقيقي الخيال لن يتحكم بالحصان بالشكل المطلوب، لكنه بيكون موزون، يفقد التحكم بحدود الحصان تدريجيا يتحسن مع الوقت. فالطريقه هذه تتحكم بالحصان تماما حتى عند الاختلاف. فمصدر الطريقة هذه أو الهدف منها التحكم بالحصان عند الاختلاف، حصان عسيف، حصان في مشكلة، حصان أول مرة تركبه، حصان أول مرة تعامل معه، حصانك الخاص عند الخوف، التحكم على الخيل إلى آخره. طرق الركوب الصحيحة الأخرى كلها بدون استثناء مبنية على أشياء فيها اتفاق، أركب حصان في مسابقة، أسوي حركات معينة قدام شخص يعلمني، أركب الحصان في مكان شيء معين معروف وشروطه والحصان متفق معي يبغى يسوي اللي أنا أبغاه، أفتح بحصان أصلا هو يبغى يفتح، تلاحظ في اتفاق بينك وحصان، الحصان يبغى شيء أنت تبغاه. لكن هنا حتى عند الاختلاف لما أكون أنا أبغى شيء والحصان يبغى شيء آخر أحصل على ما أريد. فهنا تحكم طرق الركوب الصحيحة الأخرى تدريب تدريجي ومع الوقت تتحكم، هنا ثقة حقيقية. وطرق الركوب الأخرى ثقة تجي مع الوقت، يعني خلينا نقول الثقة مرتبطة بالتدريب ما هي بحقيقية ومستمرة عند الاختلاف. هذا الفرق الأساسي بين التزليق وطرق الركوب الصحيحة الأخرى، هدف واحد، الطريق إلى الهدف مختلف تماما، الاختلاف الجذري الأساسي هو أن عند الاختلاف يبين الفرق الشاسع، في الأمور العادية ما يبين الفرق بشكل واضح، يبين لما يجي اختلاف حقيقي بينك وبين الحصان، التزليق يستمر على ما هو أو حتى النتيجة تكون حتى أحسن، تحكم زايد، طرق الركوب الأخرى يبين الخلل بشكل واضح جدا وتنتقل من قمة التحكم إلى أحيانا فقدان التحكم تماما، حتى لو كان مؤقت يعني صار متحسن مع الوقت لكن تفقد التحكم تماما عند الاختلاف. هذا الفرق الأساسي، طبعا بالإضافة لعدة فروق أخرى تكلمت عنها باليوتيوب. أما الركوب الخاطئ اللي هو ما يعتبر طريقة ركوب تفقد التحكم تماما اثناء الاختلاف، مما يؤدي ان الحصان حتى هو متفق معك ما يعطيك تبغى تماما. فعدم تحكم تماما، تحكم لكن يزول عند الاختلاف، تحكم تام يستمر حتى عند الاختلاف.